ورحمة الله، تحية طيبة لكم. إن شاء الله اليوم عندنا عنوان لخط الأستاذ حامد، عنوان أصل اللي هو اللواء المصري، اسم صحيفة قديمة مصرية. فنشوف خط النسخ مع الثلث. طبعا قليل ما نشوف كتابات أصل للأستاذ حامد بهذا النسخ الجميل، أسلوب خاص ورائع، كتابة رصينة. رئيس مصطفى كامل، رئيس التحرير، المجلة، والصحفي المشهور، الشخصية المعروفة. مع هذا الثلث الجميل، حروف النظافة. طبعا حتى هو وقع حامد وكتب الإستانة، اسم اسطنبول، اسم مدينة اسطنبول. أيضا يوجد قلم الرصاص، صحيفة حربية أو صحيفة الحرب أو شيء، قلم الرصاص ممسوح لكن باقي أثرها مثل ما تشوفون.